فازت السيدة عائشة أحمد عبد الكريم على جائزة الأم المثالية تقديرا لجهودها وعطائها الكبير، وذلك في المهرجان الدولي الثالث للأم المثالية الذي أقيم في جامعة القاهرة برعاية كل من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة أسيسكو ومؤسسة محمد بن راشد المكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية. ويسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيدة عائشة أحمد عبد الكريم الفائزة بجائزة الأم المثالية. بداية سيدة عائشة، نهنيك على هذا الفوز، ولو تحدثينا عن كيف تم ترشيحك لهذه الجائزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عليكم في السلام. البداية أحب أتقدم بالشكر والتقدير لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على دوره الكبير وتوجيهاته الدائمة لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة حق الأسر البحرينية، على تفضل بمتابعة الأيتام والأرامل من خلال المؤسسة الخيرية الملكية اللي عن طريقه طبعا تم الترشيح لي. وأتقدم بعد بالشكر حق الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية ورئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية على دور الكبير في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة والمتابعة حق خدمة الأسر اللي فقدت عائلها. نعم. وهذه طبعا بيكون له دور كبير في مساعدتنا في تربية أبنائنا. أيضا أشكر الدكتور مصطفى السيد اللي هو الأمين العام للمؤسسة، على فهو الشخص اللي رشحني حق هذه الجائزة أساس أنه مثل مملكة البحرين في مهرجان القاهرة الدولي الثالث للأم المثالية. وطبعا نقيم حفل بهالمناسبة رعاية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية. وكان الحفل برعاية الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة. نعم سيدة عائشة، بعد فوزك بهذه الجائزة، ما هي الرسالة التي تودين إيصالها إلى كل الأمهات في العالم؟ طبعا يمكن هذه الرسالة تبين لنا أن المرأة، يمكن أقول المرأة البحرينية، فعلا قادرة على تجاوز الصعاب والبذل والعطاء كما عهدناها دائما. إحنا المرأة البحرينية من قديم الزمان، وإحنا يعني نعرف أنها هي امرأة قوية قادرة ان هي تتجاوز الصعاب اللي تواجهها، عندها من الصبر نعم. وعندها من القدرة الكبيرة في اعداد الابناء للمساهمة بشكل فاعل في خدمة مملكة البحرين. نعم السيدة عائشة أحمد عبد الكريم الفائزة بجائزة الأم المثالية، نبارك لك هذا الفوز مرة أخرى وشكرا جزيلا لك.